كمل في الطريق نتاعك، كمل في بيع الأوهام نتاعك للناس. عوض هو أن الناس تستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، خطاب اللي هو يخاطب العقول. كاين الناس اللي راهم دركم في النظام ربما راهم يحوسوا على مخرج، ما انت جاتك فرصه ما عرفت لهاش. كمل درك، هما كيخرجوا دوك الجيش للشارع ويستعملوا دوك مثلا هذه القضيه هذه نتاع الفيروس هذا نتاع كورونا، يستعملوها دوك يخرجوا الجيش نتاع الجرع، يخرجوا الجيش للشارع من اجل فرض نظام. اتحرك وقعد بلبل انت في الفيسبوك وفي اليوتيوب والله في القنوات الفضائية، وقعد ضرب بالطرمبيطة والناس تفرض في أمر الواقع، تفرض فيه وخرج انت. الناس دوك لما تتمس في الجيوب تاعها، روح جيب لهم السميد، وروح جيب لهم السكر، وروح جيب لهم الزيت، وروح حل لهم المشاكل نتاعهم الصحية، روح وقعد خطب على الناس. الواقع هاملين، وحنا نتحدثوا لكم بلغة الواقع، لغة المنطق، لغة العقل. كنا نقول لكم باللي يودي هذا راه أمر واقع، راهو تفرض عليك، ماكش انت اللي راك باغيه، تفرض عليك. هذا الفيروس نفس الشيء تفرض عليك. انت لا، انت قاعد تنظر للناس. واحد حب ينقل للثورة نتاع غاندي، واحد مانيش عارف انا، قاعد تنظر للناس. ويا ليت هذيك الافكار راها هي تتلائم مع طبيعة الوضع ولا مع طبيعة الشعب الجزائري. يا ليت صاروا الناس يتهموا في ناس اللي كانوا هما ضد النظام، وفي الوقت وين انه ما كانش حتى واحد يحل فمه، وصنعوا من الناس. واحد دار شعار، واحد دار كلمة، واحد تسجيل، وناس سنوات هي تناضل، سنوات هي تعمل الليل مع النهار من أجل الوصول إلى وعي عام. صاروا يتهموا فيهم ويخونوا فيهم ويستعملوا في البيادق من أجل تهييج الناس، ومن أجل التحكم في عواطف الناس، من أجل تسييرها إلى الأهداف اللي حوسوا عليها. النتيجة شوفوا لها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، نقطة. راش تصير في راسك وجيب لك ربي، ها وجيب لك آية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هاك ذوك الآن أمام أمر واقع، ها وجيب لك ربي، أنت اللي كنت تعتقد من أنك أنت راك توظف في الحراك، جاي في دارك وقاعد توظف في الحراك من أجل باش توصل الأهداف نتاعك، اللي أي واحد سياسي، أي واحد عارف بهذا النظام وعارف المخططات نتاعو، قاريك يقرأ الملامح نتاعك، يقرأ كلش. هاو جاب ربي هذه الفرصة، درك هما قادرين يستعملوها وقادرين يفشلوا المسعى نتاعك، وطير للسما نتاع، اضرب الزرنا. عوض هو أن الإنسان يكون موضوعي، يكون عقلاني، ويطلب المستطاع. جات فرصة، نعم نحن مع تغيير النظام البارح واليوم وغدوة، مع تغيير النظام. لكن تغير النظام باش تغير انت؟ باش تغير النظام واش رايح دير؟ تغير النظام برويبضة عندكم في الفيسبوك، تغير النظام بواحد يضرب فيها الطبسي لوبيا ويجي يضرط على الغاشيه، باش تغير النظام؟ تسب في ضباط داخل الجيش، تسب في مسؤولين كبار. عوض هو انك انت تستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي. عوض هو انك انت تحفظ تضحيات نتاع الناس، ناس ماتت، ناس دخلت للسجون، ناس دخلت للمعتقلات، ناس ماتت، ناس تنفات، ناس راحت الأرزاق نتاعها، ناس تعوقت. عوض هو أنك تستخدم خطاب موضوعي، تحفظ للناس تضحيات نتاعها، تدفع إلى الأمام من أجل تغيير حقيقي، تغيير اللي هو يخدم البلاد، اللي هو ينهض بها. لا،
سير لك انت، سير لك شوشان الضابط اللي كان يتحدث في وقت من الأوقات، يصير لك شيات، ويصير لك الرويبضة البيدق اللي تستعمل فيه، يصير لك علي لابوانت، ويصير لك العربي بن مهيدي. تحوسوا على التغيير تاع النظام، انتم خدم نتاع هذا النظام، خدم نتاع هذا النظام. جات فرصة في 2011 وما عرفتولهاش، واستطعتوا بالمكر نتاعكم، بالخبث نتاعكم، بالانتهازية نتاعكم، انكم تفشلوا الحراك في 2011. ونفس الشيء الان، هذيك الانتهازية نتاعكم عوض هو انه تكونوا انتم جزء من هذا الحراك، حابين تستوليوا على الحراك. العنصرية، الانتهازية، الجهل، تعدي على الحرمات، تعدي على التضحية نتاع الناس، واتهام الناس بالباطل، كذب بالتبلعيط. صار انا نطلب في حق من الحقوق نتاعي، عوض هو انه الناس يعاونوني، عوض هو انه الناس يوقفوا معايا. تقريبا 20 سنه ما روحتش للدار، يقول لك واحد انت راك تضرب في الشتاء باش يعطوك الباسبور تاعك، وواحد رفع شعار عاش بطل قومي. انتم ينتظر منكم الخير، انتم اخطر من النظام، اخبث من النظام. هاني نقولها بالصوت وبالصوره والناس راها تسمع وتشاهد، اخبث من النظام، انتم اخطر من النظام على هذا الشعب. في الوقت وين انه شعوب مثل ما كنت نقول منذ قليل، شعوب غلق الحدود نتاعها من اجل محاصره هذا الفيروس والتخلص منه، في الوقت وين انه دول راها هي تسعى من اجل القضاء على هذا الفيروس، بل وصل الامر اذا كان راكم تبعتوا البارحه في الخطاب تاع الرئيس الفرنسي، وطبيعه الحال ان الكلام هذا سمعته قبل ما يتحدث به الرئيس في الخطاب تاعو، سمعته في الشارع، وبل مؤمن به. صار المصطلح المستخدم هو نحن في حرب، والناس لا تعبأ بهذا الفيروس، بل الناس تقضي في الوقت نتاعها في السخرية، كيف ما يقولوا هذاك الإنسان اللي راه هو مديه الواد، هو يقول لكم احنا البرودة ضر فيها قارو نتاع الزطلة، ما على بالوش بروحه. لو كان هذا الناس، قسما بالله هذا الناس، استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي، لو كان القيامة راها رايحة تقوم، تقول له القيامة السماء راها تنطوى، هو يقول لك وقيلة فوتوشوب. يا ود الواد مديه، واد مديه، وهو راه يقول لك محلى برودة. في هذا الوقت وين انه الناس عالنا حالة الطوارئ، في هذا النق، في هذا الوقت وين انه انت تدعي للتصعيد، في هذا الوقت وين انك انت تدعي للعصيان المدني، هذا انسان سياسي، هذا انسان عنده رؤية مستقبلية، هذا انسان عنده استراتيجية، هذا انسان يعرف النظام. قلتها في تسجيلات سابقة ونعود نكررها، الضغط الحراك هو ضغط، هو وسيلة نتاع ضغط، لكن هذيك الوسيلة نتاع الضغط نتاع مثل ما قلت في تسجيلات سابقة، مثل انت التورني فيس هذاك، لما توضع الفيس في المكان نتاعه وتضغط الفيس هذاك يصير أداة على جال باش انت تغلق بها هذاك الشيء اللي انت راك تحاول توصل ليه، لكن اذا ما وضعتوش في المكان نتاعو راك راح تفزد البياسة هذيك اللي راك تخدم بها. نفس الشيء هذا الحراك ووسائل اخرى، عوض هو انك انت تستعمل الضغط، تستعمله في المكان نتاعو في الزمان نتاعو، وتخير الوقت انت اللي تتكلم فيه، وتخير الوقت انت اللي تحدث فيه. علاش تشوف انت دوك مثلا شخصيات مثل احمد طالب وحمروش وما ما يتحدثوش كل يوم؟ لماذا؟
جيه مناسبة هو أنه يتحدث لما يتحدث يدير حي حياة. لماذا؟ تعرف أنت النظام خير منه، تعرف أنت النظام خير منه، تعرف أنت الشعب خير منه. عوض هو أنه ديروا تقييم للأخطاء نتاعكم. ضيعتوا فرصة نتاع التغيير في 2011، ضيعتوا الفرصة نتاع التغيير في 2012، ضيعتوا الفرصة نتاع التغيير في 2014، ضيعتوا الفرصة نتاع التغيير في 2017، والآن تريدون تضيع فرصة نتاع التغيير واحد أخرى. عوضوا أنه تحدثوا مع الناس اللي كانوا هما مناضلين وكانت عندهم مبادئ وعندهم مواقف، رايحين تتحدثوا مع ناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالتغيير. انتم تمشيوا مع الحق ماكمش تمشيوا مع الحق. ناس في الجزائر تمشي مع الأقوى، قال راهو يمشي مع النظام مع الأقوى لأنه راهو عنده الصالح نتاعو. كاين بعض من الناس اللي الآن في الفيسبوك نفس الشيء تمشي مع واحد راهو عنده الصفحة نتاعو فيها لي زابوني بزاف، ولا راه ما عنده فيها لي فيو بزاف، ما يمشيش مع الحق مع صاحب الحق. قال هذاك والله غير عنده رؤية نتاعو ثاقبة، هذاك راهو يعرف النظام أحسن، يعرف الأساليب نتاعو أحسن، وراهو يتكلم في كلام موضوعي وكلام منهجي وكلام راهو يخدم في البلاد. لا، يروح يتبع لك هذاك، لو كان تروح تسمعو يبان لك بلي السيد مريض، ما على بالوش واش راه يهضر. لا منهجية ولا علم ولا معرفة ولا نظرة. ناس واحد يسرق في صور، واحد يسرق في معلومات، والله العظيم من الناس دون هو انه الواحد يلوث اللسان تاعو بالذكر تاعو. قسما بالله العلي العظيم ونحلف على المصحف الشريف، كاين بعض من الناس لو كان تجيب له الناس اللي راهو يتكلم عليهم، قال الضابط الفلاني ولا الجنرال الفلاني ولا المدير الفلاني ولا كذا، الناس اللي راهو يتحدث عليهم وتديه وتقول له شكون هذا وشكون هذا، والله لا اعرفهم، نحلف لك على المصحف الشريف والله لا اعرفهم. تجيهم تعليقات يدير فيها الاسم نتاعو او صور يدير عليها الاسم نتاعو، وراه هو اللي راه عنده المعلومات. انتم ينتظر منكم التغيير، اجهزة نتاع مخابرات، اجهزة شرطة ودرك وسائل مختلفة في الداخل وفي الخارج. عوضوا انه يا خويا كاين نقص راني معاك، راك انت ضد النظام راني معاك، ولكن لازمك تكون انت كي تجيب حاجة تجيب احسن من هذا الوضع. دوك انت اذا كان دوك مثلا راه قال مثلا هذا الفيروس هذا نتاع كورونا هذا اللي راه دوك راه ارعب الناس، وجبت انت اشياء اللي هي قال مثلا تفيد الناس مثلا في الوقاية في العلاج ترفع من المعنوية نتاع الشعب، قال انت تحاول هو انك تتجاوز هذه المحنة، تحاول هو انك انت تقترح اقتراحات، قال مثلا حتى للحراك في ظل هذا الوضع اللي احنا رانا عايشينه، قال هاي بدائل واحدة اخرى. قال ما كان والو. هاد الناس اللي راهم دركم في الجزائر ياو على بالهم باللي النظام فاسد، ياو على بالهم بالسرقة، راهم يشوفوا فيها وعايشينها، ماشي يسمعوا بها في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في القنوات، يوم يعرفوها. واحد راهو قال هذا جاري ها هو مدي لي حيط، وواحد قالها وهذيك البلاد هذيك الفلانيه ها وداها استولى عليها، والاخر قال مثلا راهو في الثانويه الفلانيه، والله قال راهو في الشركه الفلانيه. يعرفوهم بالاسماء وبالمسميات، ما يحتاج هو على جنب باش هو يجي الفيسبوك باش يقرا عليها، يعرفوا الناس يعرفوهم
في الميدان، واحد راهو في الميناء، واحد في المطار، واحد في الشركة الفلانية، واحد أمام المطعم الفلاني، واحد أمام الملعب الفلاني، أمام الحي الفلاني، الناس تعرف بعضها. لكن انت يجيب البديل اللي أحسن من النظام. راهو قال لك مثلا، راهو الناس على بالها بلي راهو كاين فساد، كاين ظلم، كاين تفشي نتاع المخدرات، كاين المنكرات، راه الناس على بالها بها. جيب انت بديل يا سيدي على الاقل يعادل، ها يا سيدي يعادل تاع الشيء اللي راهو يدير فيه النظام. انت ما كانش خلاص الكرام ما كانش، وقال حتى الخطاب نتاعك خطاب موش موضوعي مش عقلاني. هذو لي فيو اللي راك انت دير فيهم عندك 400 مليون راهم يشوفوا فيه، اسكو راه معاك على ارض الواقع؟ روح اهبط اهبط شوف على ارض الواقع. على الاقل استخدموا خطاب مقلوب موضوعي. حنا رانا ضد النظام، رانا ضد الفساد، ونحوسوا على نظام واحد اخر، نظام انت عدل. شوف انت مثلا البارح كاين بعض من الناس لما تحت انت على حقوق ولا هذيك يبداو هما كيما قلت نقول قبيل، يبدا هو يحمل لك في الايديولوجيا نتاع الناس. البارح برك راهو درك مثلا هذاك ماكرون دار الخطاب نتاعو، راكم شفتوا التصريحات نتاعو كيفاش تحب تاع المؤسسات هذوك، المؤسسات الصغيره وكذا، على جال باش يضمن لهم هو بعض الاشياء من بينها الكراء ومن بينها الكهرباء ومن بينها كذا ومن بينها كذا. مواطنين في الجزائر راهم ينتظروا انه رئيس الجمهوريه كائنا من يكون هو النبض نتاعو يتماشى مع التطلعات نتاع الشعب باش الشعب يتفاعل معاه. تفل الوقت هذا وين انه الناس على حاله الطوارئ، على حظر التجول، والناس مازال لك يهضر لك في هضره. قال يا واشي، قال هذو راهم يحوسوا يكسروا الحراك. يا انت اللي راك تكسر فيه، انت اللي راك تكسر فيه الحراك. راهم الناس كانوا يمشيوا في الحراك وكانوا يحوسوا يستعملوا هذا الحراك كاداه من اجل فرض امر واقع النظام. انت راك تكسر في الحراك لما تكون انت لا تستخدم هذاك الخطاب العقلاني، لما تكون انت تحرض، لما تكون انت تدفع في الناس للمهالك، انت مخبي على روحك تدفع في الناس. قالوا روح خرج، خدم عقلك، خدم خشخاش نتاعك، روح بعث ولادك، بعث ولادك، روح بعث ولادك يروحوا لثما، تكلم كلام عقلاني يا صاحبي. قال يا خويا احنا دوك مثلا في هذه القضيه هذه نتاع الحراك، نظرا للوضع هذا اللي راه عايشته الدول كبرى عندها إمكانيات أكثر من الجزائر، إمكانيات، عندها مستشفيات وعندها أطباء وعندها باحثين وعندها علماء وعندها أدوية وعندها مصانع وعندها نقل في جميع المستويات، ومع ذلك راها عندنا حالة الطوارئ وعندنا حظر التجول. شي اللي راهو صاري في الجزائر، أنا هذه القناعة نتاعي الى ان يثبت العكس، الشيء اللي راهو صاري في الجزائر مازال ما لحقوش واعتقد للفيروس هذا نتاع كورونا. بمجرد هو ان يصاب 4 أو 5 من الناس اصابه حقيقيه، في ظل هذا اللامبالاه، في ظل هذا الاستهزاء، والله العظيم استغفر الله يا ربي، غلامات الالاف المؤلفه بالوضع هذا اللي راه عايشته الجزائر. نسكم تشوفوا في المستشفيات، لكن تشوفوا أطباء مساكن يشكيوا، فراملة مساكن يشكيوا، والناس كلها تشكي في كل المستويات. الآن درك فقط نحن في البداية نتاع هذا الوسمو نتاع هذا الفيروس هذا، درك تشوف ما الذي سيترتب في المواد الغذائية وفي الحركة نتاع النقل وفي كذا. إذا الناس راها في هذا الوضع، كل شيء يمشي ومع ذلك الناس في أزمة، ما بالك لما تحل الأزمة يا خويا؟ قال أنا نقترح تجميد هذا الحراك إلى إشعار واحد آخر حتى النهار
تبدا تتسول الامور تتجاوز الناس هذه المرحله يا خويا لكل حادث حادث. ونقترح بدائل واحده اخرى. وعلاه قال مثلا بدل من ان نضرك هذه الحركه راهو في الشارع ننقلوها للانترنت. قال دوك كيما رانا نتكلموا هنا قال دير الناس قال مثلا ماشي تجمعات ومشي ماشي ماشي كيما راهو في البلاد حركه كذا. قال اليوم ولايه من الولايات نروحوا قال مثلا في العاصمه مثلا او اليوم قال في البرج او قال اليوم في الصيف قال اليوم حراك نتاع البرج وتتفاعل الناس عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب ولا موقع واحد اخر ويكون واحد يدير مداخله والناس راها تعلق والناس راها تتفاعل او تكون فيه محاضرات تكون فيه منتديات تكون فيه ندوات عن طريق الفايبر عن طريق الفيسبوك عن طريق اليوتيوب عن طريق سكايب عن طريق واسمو برامج واحد اخرى نتاع محادثه. هاد الناس اللي هما مش قادرين يتلاقاو على السكايب هذو يحلون الازمه نتاع البلاد هذو يحلوا في مواقع افتراضيه مش قادرين يتلاقاو مش قادرين يجيبوا مبادرات ولا يجيبوا افكار اللي هما يرفعوا بها المعنويات نتاع الشعب. السب نتاع الجنرالات ولا نتاع المخابرات ولا نتاع المفسدين هذا لن يغير الجزائر في شيء. الجزائر محتاجة إلى رجال خاصة في هذه الأزمات خاصة في هذه الظروف في هذه الأوقات محتاجة لرجال ليرفعوا الهمة نتاع الشعب الجزائري ويدفعوا إلى الأمام يدفعوا إلى الأمام من أجل إيجاد مخرج حقيقي للبلاد. هاي لوك تخيل أنت درك هو أنه يهبطوا الجيش للشارع. هذا الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا يرفعوا في شعارات استفزازية ضد القوات نتاع الأمن ونتاع الشرطة والجيش يخرجوا درك هذا الناس للشارع. واش راح تدير؟ يفرضوهم الأمر الواقع. جاتهم لوك فرصة بهذا الفيروس هذا نتاع كورونا ويدخلوا ويلقاو تفاعل من الشعب. الشعب اللي ذوق قال مثلا في وقت من الاوقات لما كانت الثلوج شكون اللي حل عليهم الطريق؟ تحل عليهم انت تتهز فيديو قال راهو الطريق مسكر وراها كذا وراها كذا. لكن هو يروح ينقل ثم البوكلا ولا ما عارف انا ويحلوا عليهم الطريق. شعب ذوق لما هو تحل به الواقع الان دوك الناس اللي راهو درك هو يروح يجيب الدقيق يقول له روح لفلان في الفيسبوك يعطيك روح لفلان في اليوتيوب يعطيك دقيق ولا حليب ولا سكر ولا اي حاجه يقول له روح لفلان يعطيك. لماذا؟ لانك ماكش تستخدم في خطاب واقعي ماكش تستخدم فيه خطاب عقلاني. إرضاء نتاع الناس أنا ما يعنينيش يسبوا يقولوا وش حبوا لكن أنا نستخدم فيه خطاب عقلاني والإنسان ما على بالوش حتى وقت راه ترفع الروح نتاعو. على الأقل الإنسان يكون الكلام نتاعو صافي مع ربي والله يسهل للناس. أكتفي بهذا القدر الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا الموضوع هذا نتاع اليوم حول